لتكون لي قرابة بقدميك عندما تقفان طويلا للصلاة فأدلكهما مساء بشفتي كما كنت بالقبل أغسل قدمي أبي يا ولدي ووالدي إلى آخره. الله حلوة القصيدة. يعني بهمس ببداية القصيدة كنت سأنجب منك قبيلة 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 حتى واحدة. جاهدة، اتهمتي الموسيقيين العرب بأنهم لا يستعملون إلا الإيقاع السريع أو المقامات القريبة من المزاج الغربي، شو السبب في نظرك؟ لما اتهمتهم يعني بكون رأيك؟ يعني في رأيي أنه أكيد مش كلهم، في 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 غالب الموسيقيين يعني عم بي، وكمان غسان بيعرف يعني أنه ما عم ياخذوا من الموسيقى العربية إلا القليل جدا من المقامات الشرقية والقليل جدا من الإيقاعات اللي عن جد تحفل فيها موسيقانا ومكتبتنا الموسيقية، وهذا الشيء مؤسف لأنه عم بيخلي موسيقانا تندثر وتندحر وتتقهقل وما توصل. بتنا نستنسخ عن الغرب، عم ناخد منه من دون ما نعطي من عندياتنا، وفعلا نحن بحاجة أكثر مش بس إلى أنه نرجع نتواصل مع موسيقانا ونغرف وننهل من هالمقامات والإيقاعات. بزمن أصبحت فيه العولمة عم تبلعنا، نحن كتير بحاجة إلى إدخال موسيقانا إلى عالم الأرشفي وعالم المعلوماتي، إلى توثيق المقامات بشكل علمي مثل ما بيعمل كمان والده لغسان وعمه الدكتور فيكتور سحاب وغيرهم اللي هن قليل بالحقيقة بالعالم العربي. كتير بحاجة لتوثيق الموسيقى لأنه عم بتروح الموسيقى الغربية والموسيقات اللي هاجم علينا من كل الحضارات تخترقنا، عم تخترقنا، عم تبلعنا. يعني نحن ما عم نوعى يمكن بشكل كتير دقيق على اللي عم بيصير بالموسيقى. الموسيقى حالتها مزرية جدا هلأ، يعني الفن عموما. قربنا على نهاية البرنامج. أنا آسفة عن جد، يعني المساحات الحوار في أسئلة كثيرة طبعا وهموم وإشكاليات كثيرة كان ممكن نطرحها، لكن أنا يعني طمعانة للأخير مع المشاهدين، يعني متضامنين إحنا نبي نسمع شيء على ذوقك الحين. إحنا تركنا لك بس أنت قلتي من قبل إنه أنا عم بنكأ جراح، إن شاء الله ما أكون عم بنكأ جراح، إن شاء الله أكون عم بلسم يعني. طبعا لا بلسمتي بمطارح كثيرة. شو حابة تسمعي؟ شو بتحبي أنت؟ أنا حابة أسمع الجمهور مقطع من ما طلبته من الله، القصيدة الأخيرة اللي لحنتها لصديقة أحلى مستغني. حلو، يعني هاي شيء جديد. هذا شيء جديد وإن شاء الله يتاح لنا، يعني بلكي هيك بدعم من تلفزيون دبي إنه نصورها يعني برمضان القادم إن شاء الله. القصيدة جميلة كتبتها صديقة أحلام بنفس صوفي وجداني عميق، وانا يعني حاولت لحنها بعتقد نسمعها. يعني نسمعها. بتقول: ما طلبت من الله في ليله القدر سوى ان تكون قدري وستري، سقفي وجدران عمري وحلالي ساعه الحشر. يا وسيم التقى اتقي بالصلاه حسنك، بالدعاء التمس قربك، ألامس بالسجود سجادا عليه طال ركوعك، كان مهري صلاتك. ما أسعدني بك متربعا على عرش البهاء، متعففا متمنعا عصي الانحناء، مقبلا على الحب كناسك. يا لكثرتك كازدحام المؤمن بالذكر في شهر الصيام، مزدحم قلبي بك. كيف لي أن أرفعها صلاتك وأسبح بيدك وأبتهل بصوتك، أن أكون في كل التراويح روحك،
كيف قيامك وسجودك تدعو ألا أكون لغيرك. يا لكثرتك يا لكثرتك سمعينا. لا أنا قلت قصات أولى لأنه رح نسمع أكيد مقطع يعني هي قصيدة طويلة. شكرا لك. شكرا لك. وشكرا لغسان سحاب. شكرا لحضوركم معنا. شكرا لتلفزيون دبي. شكرا لجاهدة. ان شاء الله راح نشوف ألبوم جديد وأغاني جديدة طبعا قصائد جديدة وألحان أيضا من ملحنين آخرين يعني طبعا غير طبعا. جاهدة واحدة. أكيد أكيد معنا يعني احنا يعني حابين هالنفس وهالتوأمة اللي دائمة وحابين هالروح المحبة يعني القلوب المحبة والأصدقاء المحبين دائما وهذا الأخذ والعطاء مع الآخر حتى بالقصائد. إن شاء الله يكون في ألحان من ملحنين لبنانيين يعني كبار على رأسهم طبعا العملاق وديع الصافي حال مقبولي تعاون مع سياس زياد رحباني ومرسال خليفة حلو. يعني في كتار غيره أنا مش رح ضل بس غني من ألحاني بانتظارك جاهدة ومتمنين لك كل التوفيق. شكرا إن شاء الله. شكرا شكرا لك وشكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان. شكرا لحسن متابعتكم. نلتقي مع بروين حبيب.